بحضراتكم من جديد. النهاردة الأهلي أمام البنك الأهلي في الجولة الرابعة في تمام الساعة الخامسة مساء في استاد السلام. خلينا نروح لحضراتكم لأبرز مباريات اليوم. النهاردة الأهلي أمام البنك الأهلي في الساعة الخامسة في استاد السلام، وإنبي هيواجه الإسماعيلي الساعة 8 على استاد المقاولون العرب، وسموحة أمام الجونة أيضا الساعة 8 على استاد الإسكندرية. نروح لمباريات الأسبوع الرابع اللي انطلقت مبارياته بالأمس. كان سيراميكا أمام مودرن سبورت وانتهت بفوز سيراميكا 4-1، وزد اف سي فاز على حرس الحدود 2-0، وفوز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري في الثواني الأخيرة مباراة الأمس 1-0 على استاد الإسكندرية. مباراة اليوم الأهلي أمام البنك الأهلي، وإنبي أمام الإسماعيلي، وسموحة أمام الجونة. مباريات بكرة إن شاء الله المصري أمام بيراميدز، وبتروجيت أمام فاركو، وغزل المحلة أمام الزمالك. نتائج الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، كان التعادل الإيجابي الأهلي الأسبوع الماضي الأهلي أمام الاتحاد السكندري انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والتعادل السلبي طلائع الجيش أمام سموحة، وفوز غزل المحلة على الجونة 1-0، وفوز المصري على الزمالك 1-0، وفوز الإسماعيلي على بتروجيت 1-0، والتعادل السلبي حرس الحدود أمام سيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت تعادل سلبي أمام زد اف سي، وفوز بيراميدز على البنك الأهلي 3-1، وفوز فاركو على ام بي 4-3. نروح مع حضراتكم لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري. الأهلي ما زال في الصدارة برصيد 7 نقاط، ويتقاسم معاه كل من بيراميدز والمصري وسيراميكا والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لكل منهما 7 نقاط. الزمالك في المركز السادس برصيد الزمالك في المركز السابع برصيد 6 نقاط، مركز الثامن زد اف سي، 9 فاركو، غزل المحلة في المركز العاشر، 11 سموحة، 12 الإسماعيلي، 13 مودرن سبورت، 14 بتروجيت، 15 الجونة، 16 ام بي، 17 بنك الأهلي، وفي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة 18 حرس الحدود. نشوف مع حضراتكم هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز. في الصدارة محمود عبد الحفيظ لاعب سيراميكا كليوباترا الشهير بزلاكة 3 أهداف، وعلي فوزي لاعب ام بي 3 أهداف، حسين الشحات لاعب الأهلي 2، وسام أبو علي 2، وطاهر محمد طاهر 2، محمد هلال أيضا 2، ناصر منسي 2، صديق أجولة وأحمد عاطف وعمر ناصر كل منهما 2. ده هداف بطولة الدوري المصري. نشوف تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي. عدد المواجهات 9 مواجهات، قدر يفوز النادي الأهلي في 4 مباريات، وفاز البنك الأهلي في مواجهة واحدة، والتعادل كان 4 لكل منهما. ده كان تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي. نشوف تاريخ مواجهات مارسيل كولر أمام البنك الأهلي، اللي واجه البنك الأهلي 4 مرات، قدر يفوز النادي الأهلي في 3 مواجهات، وفاز البنك الأهلي في مواجهة واحدة. دي اللي كانت بالأمس. حكام مباريات الأهلي والبنك الأهلي: حكم ساحة محمد الحنفي، مساعد أول أحمد توفيق طلب، مساعد ثاني عمر فتحي، وحكم رابع محمود ناصف، وحكم فار محمود علاء هاشم، وحكم فار مساعد أحمد حسام طه. خلونا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نجوم التحليل الفني الكابتن محسن صالح، الكابتن هاني رمزي، ومحلل قناة الأهلي الأستاذ محمد باسم.